فرض عقوبات مشدده على تسريب معلومات او وثائق تخص الامن الوطني والاقتصاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع توصيف الجرائم التي تهز امن الدوله وتهدد استقرارها ووحدتها الوطنيه بالافعال التخريبيه والارهابيه رفع التجريم عن يعني التسيير ومعاقبه على عرقله آه على العرقله على الاستثمار هي كلها تعديلات جوهريه مست قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ اسبوع بعد صدوره في الجريده الرسميه وهذا تماشيا والتحديات التي يفرضها العصر والجرائم المستحدثه التي تمس بامن المواطن والدوله معا فمهما حاولت الهروب فالقانون بالمرصاد. كل شيء عن قانون العقوبات الجديد، هذا ما سنحاول الحديث عنه في حلقتنا اليوم مع الاستاذ نجيب بيطام، اهلا بك. اهلا وسهلا. اذا تعديلات جوهريه مست قانون العقوبات يمكن ان نقول هي الخامسه من نوعها في ظرف اربع سنوات. والتعديل السابع والعشرين منذ الاستقلال الذي يمس قانون العقوبات. هناك جرائم مستحدثه خاصه الجرائم التي تحدث عبر وسائط التواصل الاجتماعي وفرضتها التحديات الجديده للجريمه العابره للحدود والقارات. بدايه استاذ قانون عقوبات جديد بمواد جديده كيف تصف لنا هذه الثوره التشريعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وابدا من حيث انتهيت هي فعلا يمكن وصف التعديل الاخير اللي صدر في الجريده الرسميه العدد 30 نتاع 30 ابريل 2024 واللي حمل رقم ستة بالثوره التشريعيه في احكام قانون العقوبات لانه هذا التعديل هذا الاخير مس اغلب أغلب الأحكام المتعلقة بقانون العقوبات وأنت تكلمتي أيضا على مصطلح الجريمة المستحدثة والجريمة المستحدثة هي عكس الجريمة التقليدية هي تلك الجريمة التي يرتكبها الأشخاص الجانحين باستعمال وسائل التطور التكنولوجي لما نتكلم على وسائل التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الإلكتروني فنحن نتكلم على السرعة اللي بها الخاصيه اللي تميز بها هذه الوسائل. إذا هناك من الجانحين إلى الإجرام من يستغلون هذه الوسائل لارتكاب جرائم، وتتصف جرائمهم بالسرعه. لذلك المشرع الجزائري يحاول أيضًا أن يواكب بموجب هذه التعديلات هذا التطور الحاصل في الجريمه. هذا ما يفسر هذا الكم الهائل من التعديلات التي تضمنها هذا القانون 2406 اللي خرج في الجريده الرسميه في 30 افريل 2024 واللي اصبح نافذ بعد 24 ساعه من خروجه في الجريده أباس الرسميه أباسمية. نعم اذا استاذ في هذا الصدد قد يظن المواطن أن تجديد العقوبات في هذا القانون وعلى بعض الممارسات التي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك إخفال لحقه لكن هناك مادة مميزة في هذا القانون التي تقدم للمواطن بعض من حقوقه التي غابت عنه في القوانين السابقة مثلا عندما يتعرض للاعتداء والإهانة من موظفين عموميين يعني هل يمكن لك أن تشرح لنا هذا التعديل. هو بداية يعني نتاسف لان بعض من وسائل الاعلام يعني ركزت الاضواء فقط على بعض الاحكام ولكن لم تركز بكثره على اهم الاحكام اللي تضمنها هذا التعديل واللي جاءت بالدرجه الاولى في صالح المواطن. أكيد. في صالح المواطن، يعني كثير من وسائل الاعلام ركزوا فقط على الاحكام اللي تناولت جريمه الخيانه العظمى عندما يتعلق الامر بتسريب معطيات ومعلومات تمس بالامن الوطني او الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني هذا راهي ماده ولا اثنين فقط ولكن التعديل فيه كثير من الاحكام التي جاءت في لصالح صالح المواطن. المواطن. الجزائري واللي احنا من خلال هذه الحصة هذه أكيد. ومن خلال قناة الشروق كنا طالبنا منذ حوالي سنة بضرورة الانتباه إلى حق المواطن وانت تكلمت الآن على بالضبط المادة 148 100 اللي جات بنص جميل يعني المواطن انتظر كثير هذا النص هذا وخرج الان وكانت قناه الشروق السباقه في المطالبه بهذا التعديل يعني قلنا عليه المشرع ركز فقط في فتره معينه على الموظف حمايه الموظف من الاهانه التي قد يتعرض لها من طرف المواطن ولم تركز على الاهانه التي يتعرض لها المواطن من قبل الموظف لما يروح يقضي الصوالح نتاعو في المؤسسات الاداريه هذا التعديل جاء باحكام كثيره تصب في حمايه كرامه وشرف المواطن وكذلك في صون وحمايه الحياه الخاصه للمواطن هذا التعديل دكتوره الهام هذا راي سنه وما تكفيناش باش نطرحوه اكيد وسنخصص يعني عده نعم. حلقات سنخصص ان شاء الله عده حلقات باش نشرحوه للمواطن خاطر ضروري وضروري واؤكد ضروري جدا ان المواطن يعرف احكام هذا القانون باش ما يغلطش. أكيد. لانه فيه احكام نعطيك ابسط مثال هذا التعديل الجديد منع الان التصوير شأ اي شخص اي شخص في مكان عام ولا مكان خاص دون الاذن تاع ذلك الشخص قبل هذا التعديل يمكنك أن تهزي صوره في مكان عمومي وما يعقلوش اليوم لا اليوم لو تهزي صوره وبين قوسين وربما نعود لها في حصة واسعة هذا النساء اللي يروحوا للعرس أه يروحوا للعرس ويديروا فيديوهات نتاع نساء متزوجات ويقومنا بنشر بنشر هذه الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الصفحة الخاصة تاعهم ويطلعوا عليها أشخاص آخرين أصبحت ممنوعة بإمكان أي مرأة ثم حضرة العرس خاصة إذا كانت متزوجة أنه تشكي بك إذا قمت بتصويرها بلا ما تعلم وبلا الإذن تاعها ونشرتي هذاك الفيديو نتي النيه تاعك باش الفيديو تاع حفله ولكن قد تسيئين الى حياه الخاصه نفس الشيء بالنسبه للمواطنين في الخارج مواطن في وضعيه في حديقه عموميه ولا في مقهى عمومي ولا كذا وتروحي انت تصوري زعما المقهى وتخرج الصوره تاعو في المكان هذا في مواقع خاصه مواقع التواصل الاجتماعي تاعو هذه جمله يعني برك في وسنعود بالتفصيل لهذه لكل دي. الاحكام اللي تناولها باذن الله هذا القانون اكيد والانتباه في هذا التعديل الاخير هو تجريم وتجديد العقوبات على الجرائم التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي وتمس بامن الدوله وتوصف بانها جرائم الخيانه وحتى العقوبات التي تطبق عليها هي عقوبات مشدده يعني هل يمكن ان تشرح يعني هذه الماده خاصه انه هناك لبس بخصوص ما يسمى تسريب الوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي صح أحسنت في السؤال تاعك ولازم نوضحه لانه احنا عاده الحصه هذه موجهه للمواطن الجزائري باش نشيع الثقافه القانون. القانونيه اليوم سنركز على هذا السؤال اللي طرحته على فئه معينه من المواطنين وهي الموظفون لان لما نتكلم على التسريب من الذي يسرب المعلومه الذي بحوزه تلك المعلومه انا ما نجيش انا ما نخدمش في الامن ولا في وزاره الدفاع منين راح تجيني هذه المعلومات تاع هذه القطاعات ولا في مؤسسه حساسه اقتصاديه حساسه كسوناطراك في حسيم مسعود ولا غار جبيلات ولا كذا انا ما من نخدمش منين راح تجيني المعلومات اذا التسريب يكون ممن يكون بحوزه او بحوزته وبحيازته هاته الوثائق وهذه الكلام اللي راح نقوله موجه للناس هذو الموظفين اللي يخدموا في هذه المؤسسات المؤسسات الامنيه بمختلف الاسلاك تاعها مؤسسه الحساسه اللي هي وزاره الدفاع الوطني والمؤسسات الاقتصاديه الحساسه حساسه ربما يطرح مواطن يقول كذا احنا نقصدوا بعض ما كل مؤسسه بقيت. اقتصاديه هي حساسه م. هذ الناس اللي يخدموا في هذه المؤسسات واللي يعملوا في اطار في بعض المسائل السريه لما نتكلم على الدفاع الوطني على السلاح على الاسلحه عدد القوات الجزائريه أكيد. الانتشار تاع القوات الجزائريه الاخر الاسلاك الامنيه العتاد تاعها كيف تخدم هذه كلها اسرار خاصه تخابر مع دوله اجنبيه راني يعني جايك هذه كلها اسرار فشهدنا في السنوات الماضيه انه بعض الجهات التي تتربص بالاستقرار في الجزائر يعني ما تحبناش الخير الجزائر نقعدوا نقعدوا يخرج لك واحد بوثيقه يقول لك هاي الوثيقه هذه هاي وصلتني واعطوها لي ناس وما نقولش كذا وراهي تتكلم على كذا وعدد القوات المسلحه ولا عدد الاسلحه اللي عندنا وين محطوطه ولا ها قام فلان ولا ها قام فلان اللي تابع لهذا القطاع وهذا القطاع الان هذا القانون حذري فهو يجعل من هذا الجريمه اي موظف في سلك الامن ولا في سلك وزاره الدفاع ولا في مؤسسات اقتصاديه حساسه ويقوم بتسريب اي وثيقه ولا اي معلومه لدوله اجنبيه مهما كانت صديقه او غير صديقه او احد عملاء العملاء راهم بكثره ارتوا على الحدود تاعنا منا ومنا راه موجودين بكثره وراهي بالادله ماهوش بالكلام هكاك برك عملاء كثير مستاجرين ماجورين من دول تكن العداء للجزائر يعملون لضرب استقرار الجزائر ويتكلموا بهذه الوثائق اي تسريب لاي وثيقه له القطاع, لهذه القطاعات لهذه الجهات للدوله او الاشخاص او الكيانات سواء حزب او منظمه مصنفه على انها تنظيم ارهابي, إرهابي يترتب عليها وصف الخيانه والخيانه العقوبه تاعها بالماده 63 مكرر هي السجن المؤبد. أبت. سجن المؤبد. إذا أستاذ في هذا السياق يعني كمواطن بسيط يعني أنا أسأل عندي صفحة في الفيسبوك وتم تسريب وثيقة هامة ليس من قبلي لكني شاركتها لأنه احنا نشوفوا أنه الفضاء الافتراضي هذا لا يمكن التحكم فيه يعني مصدر المعلومة من أين؟ هل أحاسب عليها أم ماذا يعني؟ في حال مشاركة وثائق سرية تم اطلاقها العلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعه الحال انت هنا توصفي بالمشاركه المشاركه مشاركة. المشاركه الفعل التحضيري او التسهيلي او التنفيذي انت لما ديريها في الصفحه نتاعك حتى و... عن جهل بون هذه راح ترجع سلطه تقديريه تقديري عن جهل لا. يعني مثلا هذه روحي للجانب الاقتصادي بصح الجانب تاع الامن ووزاره الدفاع ما تقولي ليش فيها الجهل أوكي. معلومات انت عندك صفحه كذا وش داك المسائل تاع الامن ولا مسائل تاع وزاره الدفاع الوطني ولا قطاع الدفاع الوطني واش داك دي المسائل هذه انت لا تنتمين الى هالأسلاك هذه امور حساسه في الاخر ليش تدوليها على تدوليها دوك تكلمي في الاقتصاد وانت ما تعرفيش عن جهاله ما يعاقبكش القانون لكن اذا كنت تعلمين بان تسريب وضعيه منشاه بتروليه في حاسم سعود حاسم سعود امور تقنيه تاعها امور الكترو وتقومي بتسريبها تسريبها لدول اجنبيه ولا لعملاء وشي الغرض تاعك اللي سربتيها انت؟ انت تهدفين الى المساس بالاقتصاد الوطني. الوطني من خلال اعطاء معلومات اقتصاديه استراتيجيه حساسه لعملاء في, في, في الخارج عندك الصفحه نتاعك تلتزمي بالموضوع تاع الصفحه نتاعك خلاص الان ما بقاش اللعب ما بقاش اللعب وهذه نعاود نركز على الموظفين اللي يعملوا في هذه القطاعات ما بقاش تقول ما على باليش ولا ما نعرفش ولا الوثيقه هذه ما عندهاش اهميه العمل تاعك اللي تخدمه داخل المكتب ينتهي عند مغادرتك للمكتب الملتب. تخرج من المكتب سي بون حذاري انت موظف عندك وظيفه تاديها مادي اليمين على احترام السير المهني نتاعك اخدم خدمتك وروح لدارك اكيد وروح لدارك أكيد. وهذه أكيد. تدخل أكيد. حتى في اطار نتاع الوطنيه انت تخدم في قطاعات حساسه الواجب الوطني الواجب الوطني والواجب الديني يفرض عليك انك تحافظ على الاسرار تاع الدوله تاعك ماهوش تروح تسرب حتى اذا عندك مشكل مع الدوله تاعك حتى اذا عندك مشكل حقروك في الخدمه نتاعك هذا لا يبرر لا يبرر انك تقوم بتسريب تستغل الوظيفه نتاعك وتسرب معطيات ومعلومات لاجانب او لعملاء العملاء قادرين يكونوا هنا في الداخل أو في الخارج. وقادرين يكونوا في الخارج وحتى باش نقول لك انا هذه هزلوها جد وجدها جد حتى من باب تقصر مع صاحبك ولا تبارتاجي صورة مع صاحبك تاع حاجة سرية في الخدمة نتاعك، أنت النية تاعك انت النيه انك تعلم بها صاحبك برك، أصبحت في خانة الممنوعات. واضح أستاذ، إذا في نص القانون الجديد هو ما يتعلق برفع التجريم عن التسيير وأيضا متابعة كل من يعرقل الاستثمار وبعقوبة تصل إلى حد 12 سنة سجنا يعني كيف ترون هذا التعديل؟ هذا شيء ممتاز هذا شيء جميل هذا شيء جميل اللي جاء في هذا القانون هذا كثير من الجزائريين وانا نتكلم مع الجزائريين اللي رجال الاعمال اللي موجودين في الخارج خاصه آه. في فرنسا وغيرها ناس نعم عليهم ربي من فضله عندهم اموال كانوا حابين باش يدخلوا الجزائر يستثمروا ويقعدوا يعيشوا هنا ويستثمروا في بلادهم وجاو مساكن داهم طمع تاع السنوات اللي فاتت تاع العهده ل نتاع <applause> الفساد <applause> شعارات ارواح جاوا مساكن وجابوا اموال تاعهم وعندي حتى اصدقاء في هذا جابوا اموال تاعهم ودخلوا هنا واصطدموا بجدار البيروقراطيه وجدار الرشوه تصوري معايا انت عندي صديق جاء من الخارج باش يستمر هنا قال لي كي جيت وداتني النفحه والحماسه الوطنيه فلما جيت واحد من المسؤولين قالوا ندخل معك شريك قال لي عاودت هزيت حوايجي وعاودت قلعت رجعت البلاصه نتاعي علاه؟ لأن في السابق ما كانش نص يعاقب هذا الموظف على. اللي عرق الاستثمار. اليوم خلص اللعب أكيد خلص اللعب وبامكان كل جزائري عنده اموال في الخارج يدخل للجزائر مطمئن. قانون الاستثمار يشجع ولا تاع الرقمنه تشجع أكيد أنك تطلع على كل مجالات الاستثمار وتسجل فيها وهذا القانون يحميك من كل وسائل الابتزاز. خاطر تجي داخل يقول لك دير مشروع باش نعطيك لازم تدخل معك شريك. او فيها المواد من 418 و419 وفيها عقوبات قد تصل الى 7 و12 سنه كل من يعرقل الاستثمار الاستثمار ويد اليوم ما بقاش اللعب وما بقاش تهين المواطن وما بقاش تستفز المواطن استي... وتقول له اعطيني تشيبا ولا نشترك معك في المشروع نتاعك باش باش تقدر دير استثمار يتصدقن العقوبات لكل هذه الممارسات م. شكرا لك استاذ على كل هذه التوضيحات اذا لنجيب على اسئله المواطنين في فقره مستشاري في فقره مستشاري تصلنا عده اسئله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناه الشروق نيوز وبخصوص موضوع قانون العقوبات اخترت لك عده اسئله اهمها اول سؤال محمد يسال يقول انه بالنسبه للماده التي تتحدث عن الامن مفهومه والدفاع لكن لم افهم المساس بالاقتصاد في هذه الحاله هل من يتحدث عن مشاكل النمو الاقتصادي يصنف ضمن هذا الاطار؟ يعني هناك هاجس في هذه عنده الحق عنده السؤال سؤال في محله، سؤال في محله المواطن فهم مساله الامن، مساله الدفاع، امن الدوله، الوحده الوطنيه فهمها. المساس بالاقتصاد الوطني وانا سبقت وتكلمت وقلت نعطيك مثال بسيط باش نبسط الصوره المواطن نعم باختصار. عامل يخدم في سوناطراك في حسيم سعود. في منشاه حيويه لانتاج الغاز ولا انتاج البترول ولا تصدير البترول عبر الخط هذا اللي ماشي على تونس ورايح لايطاليا ويقوم بتسريب معلومات تخص هذه المنشاه العمل تاعها العدد كيفاه تخدم كيف كذا هذا هو المقصود بهذا النص هذا ممنوع الان سربوا معلومات اقتصاديه تتعلق بمنشات حيوية. ومجالات حساسه ماهوش تاع الماء ولا وتقول لي نو هذه ما يقصدش آه. إلا المجتمع ولا تحب تكلم عن النمو تنتقد السياسه السياسه الاقتصاديه تاع البلاد يجوز ولا كذلك الاسعار العرض والطلب الايراد الانفاق تصديرات تكلم على الامور ما تقيش برك المسائل الحساسة في الاقتصاد تاع المنشآت الاقتصادية الحساسة، قال حسيم مسعود، قال غار جبيلات، قال أرزيو، قال منشآت تصفية تاع ده بعض المنشآت الكبيرة. كبيرة، نعم. شكرا أستاذ. إذا السؤال الثاني علي يقول: كيف تستبدل عقوبة الحبس بالعمل لمدة ساعتين يوميا؟ هنا يتكلم عن العقوبه تاع النفع العام نعم تاع النفع العام يعني الان القانون هذا يثمن ايضا قانون قانون ويفعل قانون سابق تاع العقوبه يعني تاع النفع العام يعني. ووسع من مجالها بكري غير في المؤسسات ذات الطابع العمومي يعني تروح تخدم في البلديه ولا مؤسسات تاع الدوله الان هذا التعديل الجديد وسع عقوبه النفع العام حتى الى الجمعيات اللي تقدم خدمه عموميه نعطيك مثال بسيط الهلال الاحمر الجزائري ساعات يقوم باعمال متطور. وكذا يحتاج مواطنين متطوعين نقدروا نبعثوا هذو المحكوم عليهم يروحوا يخدموا في هذا الجمعيه كيف ساعتين في اليوم انت محكوم عليك ثلاث شهور ها ثلاث شهور وعرض عليك القاضي عقوبه النفع العام وانت قبلت قبلت تولي ثلاث شهور كل النهار نحسبوا لك ساعتين, ساعتين. خدمه واليوم باش تعقب النهار في الحبس تروح تعقبهم ساعتين خدمه في هذيك المؤسسه, في هذيك المؤسسة. هذا هو المقصود منها واضح استاذ اذا اخر سؤال في هذه الفقره نسرين تقول هل ستكون هناك عقوبات مشددة ضد من يهين رموز الثورة؟ نظن أنه كين تعديل كين. في هذا كين تعديل النص ما عنديش أنا ولكن تكلم التعديل الجديد على كل جرم واقعة إهانة رموز آه الثورة ورموز الثورة خاصة المجاهدين المجاهد مجاهد في اخر عمره يروح للمؤسسة ما يقضيش الصالحه تاعو ما يفوتش باولويه نحط لا نحترموا السن نتاعو لا نحترموا الماضي نتاعو تلقاه بهذيك الاوسمه نتاع مجاهد وكذا ولا يلقى الاحترام بل ويهان ويهان ويمس في كرمه وشرفه أوه. 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 على الالفاظ وشفنا حتى بعض المسؤولين في بعض الخرجات سابقا سابقا من قام باهانه مجاهد على المباشر الان ما كلام لا توجد لرموز شكرا استاذ اذا نمر الى ظاهره وقانون استاذ في ظاهره وقانون هناك تجريم الان في قانون العقوبات الجديد للافعال المرتكبه عبر الفضاء الافتراضي نحن نعرف انه وسائل التواصل الاجتماعي يعني المراقبه عليها مؤخرا كان هناك افلات نوعا ما من العقوبه وكذا، فهناك ما يسمى بتقنين الممارسات التي تمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما رايكم؟ هذا وسائل التواصل الادوات هذه المفروض تكون في خدمه يعني خدمه الناس ولا البعض يستغلها كوسائل للاعتداء على الاشخاص، منذ اسبوع تتصل بزوجه مطلقه وقالت لي يا استاذ فتيني في امري ما هو امرك قالت لي زوجي يحوز تصوير فيديو على فتره كنت معاه مخطوبه يعني قبل الزواج ويهددني به رغم الطلاقه يهدد قال هذوك نبعثوا لاهلك وقالت لي الاهل تاعي جد محافظين لو يطيح الفيديو هذا في يدهم راح يتسبب لي في في مشكل الان نقول هذه السيده وغيرها والعكس حتى الرجال اللي بعض الخطيبات تاع الخطيبات تاعهم حاكمين عليهم امور في, الوسائل وسائل التواصل الماده 333 مكرر خمسه تجرم كل زوج او خطيب او زوجه او مخطوبه الواحد اللي يهدد الاخر بنشر صور صور, أو رسائل, صور أو, رسائل او رسائل او فيديوهات حتى ولو لم تكن خادشه حتى في وضعيات يعني تاع الحياه الزوجيه تاع الداخل ويديرها باش يبتزها الان هذه تعاقب من سنه الى خمس سنوات يعني هذا الشيء الجميل في هذا القانون, في هذا القانون. يعني شدد على حمايه الحريات الخاصه للافراد انت مره طلقتها ما زلت تتبع فيها بالفيديوهات وتهدد أكيد. فيها بالصور كي كانت خطيبه نتاعك ولا خرجت معك مره ولا قعدت معك مره وما زلت تهدد فيها انتقاما لانها ما ما حبش تقعد معك خلاص الان خرج قانون يشدد يضبط في العقوبات هذه اكثر من ذلك نزيد لك هذه ونختم المنع من التواصل والاقتراب هذه اول مره في الجزائر نسال يتعرضوا للتحرش نسال يتعرضوا للتحرش برا في العمل خرج قانون جديد منع. اذا واحد تعرض لوحده بالتحرش واش كاتبيه يقدر القاضي يمنعه من الاقتراب بالمكان اللي تكون فيه, فيه ولا فيه. المكان اللي تعمل فيه ولا لو باركور اللي تروح فيه الخدمة لمده لا تقل عن ثلاث. سنوات، أوكي. لذلك ضروري بمكان أن المواطن يطلع جيدا على, على احكام هذا القانون حتى ما يغلطش. شكرا استاذ، إذا لنرفع الجلسة. <applause> إذا استاذ بطام. اخذ كلمه فيما يخص هذا المشروع هذا القانون عفوا يعني والله القانون هذا يحتاج الى اعلام المواطن به صح القانون لا يحمي المغفلين يعني بمجرد ولا يعذر بجهل القانون يعني نيسونسي لا يعني القانون خرج في جريده رسميه خلاص ولكن لا اعتقد ان المواطن البسيط راه فاهم الجاف في هذا القانون لذلك سنسعى من خلال هذه الحصه وحتى قانونيين اخرين عبر مختلف المراكز تاعهم وقنوات اخرى وحتى الجهات الرسميه وزاره العدل لازم تلعب دور كبير في اعلام المواطنين وحتى الموظفين مش غير المواطنين مش حتى الموظف باحكام هذا القانون لانه الاحكام تاعو جد مشدده في في العقوبات يعني لازم على المواطن يعلم باحكام هذا القانون حتى لا حتى لا يخطئ شكراً أستاذ بيطام على كلِّ هذه التَّوضيحات، شكراً لكم مشاهدينا على حسنِ المتابعةِ والإصغاءِ